مساء الخير عليكم، معكم الفنانة رجاء حصابلي. كنحب نوجه احلى تحية لموقع فبراير على الدعم ديالهم وعلى دائما التغطية ديالهم، وان شاء الله نكون دائما عن استحسانهم. بالنسبة ل 2020 ما كانش سهل على تشي واحد، اكيد بتواجد فيروس كورونا اللي تعيشنا معه، والله يحد الباس علينا ويلطف بينا، وان شاء الله تكون 2021 احسن. اللي اصلا كنتمنى من كل قلبي باش يعم السلام والخير بكل الوطن العربي والمغرب العربي، وكنموت على بلادي المغرب، وان شاء الله نكون دائما عن حسن ظنكم. رجاء حسابني. السلام عليكم احبابي، تحيه كبيره وغاليه لكل الناس اللي كيشاهدونا من خلال موقع فبراير. اليوم بغيت نشارك معكم كيفاش دوزت سنه 2020. 2020 بالنسبه لي كان سنه استثنائيه وقاصحه بسبب مجموعه الاحداث اللي وقعت فيها، ومن ضمنهم وابرزهم فيروس كورونا اللي خدمنا بزاف د الحوايج، كلنا نعرفوا قيمه بزاف د الحوايج ونكونوا ممتنين لهم، اهمهم الاكسجين اللي تقطع لينا فجاه، الحريه عرفنا بقيمتها، نسافروا ونجي نمشي عند حبابنا وصحابنا، نشوف الناس اللي كان بغيو وقت اللي بغينا. خدت منا حياة مجموعة ديال الناس اللي كانوا عزاز وغاليين على قلبنا، الله يرحمهم ويوسع عليهم في النار. خلتنا نقطعوا على النشاطات ديالنا، المهم قطعنا على الحياة الطبيعية ديالنا. من ناحية واحدة أخرى باش ما نكونوش بزاف سلبيين، غادي نشوفوا الجانب الإيجابي. انا شخصيا خلاتني تقربت اكثر من العائله ديالي بحكم انني ما ساكنش معاهم، قدرت دوز معاهم وقت اكثر، زدت تمكنت من الطبخ اللي اعتاد عليا هذه الهوايه، لقيت الوقت انني نمارس الرياضه ديالي يعني نهاريا نهار لا يامات شي يامات، عطيت لها طاق كل نهار تقريبا، لان هادشي كان كيساعدني باش ننفس ونخرج داك لو ستريس ديالي. طبعا القرايه، خديت دورات، اهم حاجه اونلاين عن طريق اساتذه وكوتشات ديال التنميه البشريه وعلم الطاقه، وهادشي ساعدني انني خلاني رجعت نفسي اكثر، لقيت الوقت انني نتخذ قرارات فيما يخص حياتي الشخصيه والمهنيه. المهم نقول لكم كانت فيها ايجابيات وسلبيات، مي بحال اللي كنقول لكم خليونا دائما ايجابيين، نشوفوا الجانب الايجابي ونبقاو متفائلين. ان شاء الله هذا العام يمشي ويدي معاه كاع داك الاحداث الخايبه اللي كانت فيه، والعام الجاي ان شاء الله تكون بدايه ديال المسرات والاحداث الجميله باذن الرحمن. كنبغيكم بزاف، شكرا على تشجيعكم على تتبعكم دائما، وشكرا موقع فبراير، كنموت عليكم. هنا الادريسي ان شاء الله in 2021 كنتمنى we can all beat COVID and life goes back to normal. I can't wait to perform on stage, I miss it so much. And I can't wait to work with multiple artists and make more songs, and yeah, in general I can't wait to see what God has planned for me, and I hope you guys have an amazing 2021. معكم الفنان حكيم. أود بادئ ذي بدء أن أهنئ إخواني المغاربة قاطبة بحلول هذا العام الجديد عام 2021، متمنيا لهم كل خير مع وافر الصحة واليمن والبركة، ولجمهور حكيم خاصة وافر الصحة مع السعادة، وترقبوا جديد حكيم.